الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي كل أمة سعدت به سعد به إسلافها ثم حادت عنه ونبذته وراء ظهرها وجعلت منسيا منسيا، فلا هو في مدارسها ولا في محاكمها ولا في أسواقها ولا في بيوتها، فهي لا بد تكون في غاية الشقاء، ولا يزول عنها شقاؤها إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا واقع يشهد به الموافق والمخالف، يشهد به النصراني والمشرك الهندي وكل واحد يشهد به فضلا عن المسلمين. والعجب من هؤلاء القوم الذين استمروا في طريق الضلال وفي طريق العمى وما أرادوا أن يرجعوا إلى الصواب أبدا، فنسأل الله تعالى أن يهديهم للحق وأن يردهم إلى الطريق المستقيم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الطرق في دين الله في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الأحكام هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا ويل من تركها واستبدل بها غيرها من أحوال الكفار والضلال، فنسأل الله العافية. وشر الأمور أي أمور الدين المحدثات، ما أمور الدنيا محدثات فيها مستحسنة، ولكن شر أمور الدين هو المحدثات البدع الضلالات التي لا أصل لها والتي وضعها الجهال ظنا منهم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم لم يكمله الله تعالى بل بقي ناقصا، فجاءوا من جهلهم ليكملوه، والكامل لا يكمل. قال الله تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لإني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكن يوم دينا. بيان كلام مالك رحمه الله يقول: اللي يزيد في الدين واحد زيادة كيف ما كانت صغيرة ولا كبيرة، ويقول هذه حسنة ما فيها بأس، قال هذا يلزم باللي النبي عليه الصلاة والسلام خان رسالة، لأن هذه الزيادة اللي زاد يقول فيها خير، والنبي عليه الصلاة والسلام كل خير أعطاه الله وقال له بلغه، ولو كانت هذه من الدين كان بلغها، إذن هو خير بعض الرسالة ما بلغهاش، وهذا ضلال عظيم والعياذ بالله. والدليل على ذلك ليس دليل به الإمام مالك رحمه الله، قال لي إني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم
وهذا قاله أنزله الله تعالى في عرفة، في يوم عرفة في حجة الوداع، وما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا 80 يوما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالكامل لا يكمل، والمبتدع ضال مضل. ثم إن كثيرا من الضلال والجهال يظنون أن غير الله تعالى يعلم الغيب. بعضهم يعتقد أن الأنبياء يعلمون الغيب، وبعضهم يعتقد أن الصالحين يعلمون الغيب، بعضهم يعتقد أن الكهان والعرافين الشوافين والشوافات يعلمون الغيب، وهؤلاء أجهل من الحمير، لأن الغيب لا يستطيع علمه إلا الله، ولا يقدر على علمه إلا الله، لأن البشر لو علم ما سيصيبه لمات من الخوف، علم ما سيصيبه في حياته من المصائب لمات من الخوف، فحجب الله الغيب عنا رحمة بنا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فآخر الدنيا، آخر عمر الدنيا وانقضائها، لا يعرف أحد إلا الله وحده لا شريك له، لا ملك ولا نبي ولا غيره. والأوروبيون الذين هم يخوضون في كل شيء بالتكهن والحدس، زعموا أن الدنيا عمرها 20,000,000,000 سنة، وقد مضى نصف هذه المدة وبقي النصف، وهذا من تكهناتهم وحدسهم، وهم أنفسهم لا يهزمون بهذا، وإنما يتوقعون فقط ويخوضون ويحاولون. وهذا باب مسدود، يعلم عمر الدنيا إلا الله وحده لا شريك له، وينزل الغيث. كذلك لا يعلم متى يجي المطر إلا الله تعالى. وهنا في البلاد العربية يذكرون أحوال الجو 24 ساعة يوم وليلة، ولكن في ألمانيا أسبوعا كاملا، ولكن بعد الأسبوع لو سألناهم ماذا يكون ما يعلمون شيء. إذا قلنا لهم في أول الشهر الداخل هل يكون غيم أو مطر أو كذا، لا يعلمون شيء، فلا يعلمونه. هذا يعرفونه بعلامات تكون عندهم، يعرفون بها مجيء الصحو أو المطر وذلك، ومع ذلك كثير ما تخطي هذه العلامات. طيب، ويعلم ما في الأرحام، لا يعرف ما في رحم المرأة، هل هو ذكر أو أنثى، يعيش ويكمل 9 شهور ويخرج حي أو ميت، كيف هو في الطول وفي القصر، كيف يكون حاله، لا يعرف هذا إلا الله سبحانه وتعالى. وكنا في باريس وقد زارنا الدكتور المهتدي موريس بيكاي، فقال بعض السفهاء يعترض على القرآن، يقول القرآن يقول الله تعالى وحده يعلم في الأرحام، ولكن الأطباء الآن يعلمون ما في الأرحام. فانتهره الدكتور موريس بيكاي وقال: هذا كذب، لا يوجد أي طبيب يعلم ما في الأرحام أبدا. وإذا قالها الدكتور موريس بيكاي ليس بحليم زعام الفني أبدا. وما تدري ماذا تكسب غدا، حتى واحد ما يعرف ماذا يبقى غدا أبدا، بل بعد الساعة التي هو فيها بعد وقت تقليل لا يعرف ماذا يكون أبدا. وما تدري بأي أرض تموت، لا يعرف في أي أرض يموت،
نعبد إلا الله وحده لا شريك له. فالغيب هو خاص برب العالمين الذي هو خلق هذه المخلوقات ويعلم أحوالها حين خلقها وما يكون لها وما يجري عليها إلى أن تفنى، ثم يعلم أيضا من يبعث منها، متى يبعث وكيف يبعث. وقال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كل أهل السماوات وكل أهل الأرض لا يعلم أحد منهم الغيب ولا يعلم متى يبعثون من قبورهم. وقال تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا يحكي عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، أمره ليقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله، المطار والأرزاق أعطيني منها ما أنا ما عندي حتى شيء، أنا فقير مثلكم، ولكن الله أمرني بلغكم الرسالة فقط، أنا ما عندي شيء أعطيه، ولا أعلم الغيب ولا أعلم ما غاب إلا ما علمني الله تعالى منه. ولا أقول لكم إني ملك، لا أكل ولا أشرب ولا أحتاج البراز إلى بيت الخلاء، لا، أنا بشر مثلكم، ولكن الله أوحى إلي أن أبلغكم رسالة ربي فقط. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لهم يا محمد لجميع الناس: أنا لا أملك لنفسي، أنا محمد أفضل حق الله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكذلك لا أعلم الغيب، لو كان كنت أعلم الغيب ما يمسني السوء. وكيف وبيان ذلك وشر جاء جماعة كثيرة من العرب فار وخدعوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: احنا عرب كثير عددنا جدا، لو جئنا للمدينة لتعلمنا الإسلام لضيقنا عليكم في الماء وفي الطعام وفي كل شيء، فابعث معنا كثير من العلماء يعلموننا الدين. فبعث معهم القراء، والقراء كانوا هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش قراء القرآن يقرأونه ويعيشون به كما يفعل هذا الزمان المجرمون، هذا قراء القرآن يحيون به ليلهم ويعملون به في نهارهم ويقرأوا ويعملون به، يعملون معانيه ويدعون إليه ويعملون به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، ما كناش نزيد على 10 آيات نأخذها من النبي الكريم حتى نعرف معناها والعمل بها. وقال أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. فالقرآن لا ينفع إلا ب4 شروط. الشرط الأول أن يقرأ كما أنزل، كما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه التجويد. الشرط الثاني أن يعرف معناه كما تقدم. الشرط الثاني أن يعرف كيف يعمل به. الشرط الرابع أن يدعو الناس إليه وأن يبذل جهده في دعوة الناس إليه وفي نشره، بهذا تسعد الأمم وبتركه تشقى. فمعرفة القرآن لابد منها. طيب، وقال تعالى: قل لا من ولو كنت أعلم الله سكرم الخير. قلنا جاود أولئك العرب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلم الغيب، صدقهم وبعث معاهم القراء 70 كلهم يحفظوا القرآن ويعرف معناه كلهم من العلماء. لما وصلوا إلى بلدهم عدا الله قتلوهم كلهم وتركوا واحدا، قال: ارجع إلى محمد
كله غدرناك وخدعناك. فحزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحزن على ولد على ولده لما مات، وأخذ يقنط على أولئك العرب في كل صلاة، حين يرفع رأسه من الركوع في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، اللهم لعن على النبوة إخوان وعصية عصت الله ورسوله، اللهم أنجي فلان وفلان من المصابين المؤمنين، حتى أنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء. عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على أحياء من العرب، فأنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا تدعو عليهم، أنت بلغت رسالة وهم خدعوا، مش خدعوك أنت، خدعوا الله، والله تعالى قادر عليهم. اللي يبغى يتوب عليه يتوب عليه ويردها الإسلام، اللي يبغى يعذبه يعذبه، أنت لا تقنط، ترك القنوط عليهم عليه الصلاة والسلام. فالغيب لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. اللي يجي الشواف ولا الشوافة ويسألوه ويصدقوه، هذا الله ما يقبل صلاة 40 يوما. إذا مات في هذه 40 يوم يموت بلا صلاة، يموت وهو ما عنده حتى صلاة، بعد ما الله عذب عليما. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فسأله عن شيء لم تقبله صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنه ودع محمد أنه يعمل غير الله، وهذا الشيء يطلب الغيب عند هذا الحيال المحتال الدجال ولا الدجالة، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرب الحسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له. التطير أشرح لكم شرح سهل، وهو من أخانا علال المنيعي كان راجع والدجى نزل فاس وراجع والسيارة فارغة، وعنده يستنى يدور سيارة يركب فيها، لما شافوه قفلوا قال له اركب، قال له وكلت الله عليك، اش غتي يتم ولادي انا، اش انا خمس ولاد عندي يتمهم ارجعت انا ما صار في هذا اليوم. هذا الجاهل تطير تشاءم سيارة الاموات، معناه يدارك فيموت، هذا هو التطير. تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من تطير بغراب أو بهذه البومة تسمى موكا أو بإنسان كلب أسود أو بأي شيء، ليس منا من تطير أو تطير له. كذلك الذي يروح يقول في حليل فال، يروح للدجال السحاب يفتح لي الكتاب ويقول لي كتابي ويقول لي فالي، هذا كذلك أيضا تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء هو تكهن بنفسه وتطير أو تطير له غيره، أو تكهن أو تكهن له، كذلك يمشي للشواف ولا للشوافة، أو ذاك الشوف للشوف اللي يقول له، أو سحر أو سحر له، واللي يسحر للناس ولا يطلب واحد يسحر له، كذلك تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أتى عرافا فسأله فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوم قال في قوم يكتبون أبا جهل، اسأل هؤلاء المجرمين في يعني القرآن السحرة ما هو أبا جهل هو الحطي، رغم كلهم يعرفونها يحسبون بها اسم الآتي اسم الرجل والمرأة يخبرون بالمغيبات، من كان في يكتبون أبا جهل ويدرون في النجوم
يقول هذا الطالع سعيد، هذا الطالع نحس، من نجم سعيد هذا نحس. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، اللي يعمل هذا الشيء لا نصيب له من رحمة الله يوم القيامة. وقال تعالى هل شأن الكافرين يتطيرون. قال تعالى في قوم موسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما يجي نبي الله موسى بني إسرائيل باش يخرجهم من عذاب فرعون قالوا له من يوم جيناك ما شفنا الخير أبدا، إذا جاتهم خصب ولا رخاء ولا صحة ولا عافية يقولوا هذه احنا نستحق عند الله، واذا جاهم شر بحال المرض ولا وباء ولا جوع كل يوم انت سبب هذا الشر، انت اللي جبتنا الشر يا موسى. وهذا من في قاله الكفار اعداء الله العرب للنبي عليه الصلاه والسلام وان تصيبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصيبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. الله تعالى يقول هذا العرب المسلمين الكفار إذا جاهم الرخاء ولا الخصب ولا الصحة ولا الأمان ولا شيء اللي يسرهم قالوا هذه من عند الله، الله تعالى بغاها لنا وحنا عند الله محبوبين ومكرمين. هذا من في قاله الكفار أعداء الله العرب للنبي عليه الصلاة والسلام وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. الله تعالى يقول هذا العرب المسلمين الكفار إذا جاهم الرخاء ولا الخصب ولا الصحة ولا الأمان ولا شيء اللي يسرهم قالوا هذه من عند الله، الله تعالى بغاها لنا وحنا عند الله محبوبين ومكرمين. وإذا جاهم جوع ولا قحط ولا مرض ولا غلبة العدو قال هذا من محمد من يوشفنا ما شفنا خير. الله تعالى أمره أن يقول قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ليش هؤلاء ما يفقهون الحديث ولا يفهمون؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يا محمد كل خير يصيبك رحمة الله تعالى فضل ورحمة، واللي يصيبك من الشر من نفسك، فلأنك أنت تعمل الأعمال التي هي يصيبك الشر بسببها هذا هو من نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فحين قال كل من عند الله الله تعالى قدر لك شيء كله، وأما المصيبة فيصيبك بذنوبه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من أذى شوكة فما فوقها حتى الشوكة تصيبه إلا بسبب ذنوبه ويعفو عن كثير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وأجرنا جميعا من عذاب المهين. وأذكر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين وأذكرونا وأذكر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه إلى الشفاء والوفاء، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. فعن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عراف الفتان وما يقول فقد فقد كفر المدري عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطير
طيارة ترده عن حاجته فقد أشرك. اللي يطير ويشوف يقول يشوف شي حاجة ويطير بها وترده من السفر ولا ترده من حاجته هذا مشرك. فقالوا يا رسول الله وما فعلت ذلك، ماذا نفعل؟ وقع في قلوبنا شيء؟ فقال قولوا اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وامضوا ولا ترجعوا ولا تخافوا حتى شيء يضركم. وفي حديث آخر فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا وقع في الإنسان تربى في بيئة اللي هي تعتقد هذا التطير وقع في قلبه شيء، هذا الدواء يقول اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيره، ويمضي ولا يرجع ولا يخاف وانتهى. أو يقول اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يدفع السيئة إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويمضي ولا يخاف. فهذا دواء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يدفعه بالتوكل. العرب لما تربوا على الطيارة حتى بعد ما سلموا صار في بعض الأحيان يقع في قلوبهم شيء ولكنهم ما يخوفهم، يقولوا هذا الدعاء لعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى شيء يضرهم. فنصلي سبحانه وتعالى أن يجعله يكون من حقق التوحيد وآمن بالله ورسوله واعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. ونسأله سبحانه وتعالى بإسمه الحسنى وصفاته العليا أن يسدد ويوفق ملك الحسن الثاني إلى الخير، إلى كل خير، ويعينه عليه، ويحفظه من كل شر، ويدفع عنه شر الأعداء ومكايد الحساد، وأن يبارك في ولي عهد الأمير محمد وفي سائر أهل بيته، وأن يبارك في هذا البيت ويجعلهم سائرين على طريق سلفهم الطاهرين الطيبين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا عيب إلا سترته، ولا دين إلا أديته، ولا مرض إلا شافته وعافته، ولا مسلم إلا سرحته، ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بإذن الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.